بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله تعالى، بعد كل انقطاع وغياب، ورغم أن الغياب هذه المرة كان طويل نسبيا، نرجع مرة أخرى إلى دروسنا وإلى تجاربنا. وهنا استسمح إخواني متتبعي ومشاهدي القناة على عدم الرد على التعليقات لعددها الهائل، ففي بداية شهر سبتمبر عدد هذه التعليقات كان 763 تعليق، وقد قمت بالتعقيب على البعض منها. واليوم بعد إطلالة قصيرة على التعليقات الأخيرة، ارتأيت توضيح بعض الأمور لتسهيل عملية الرد والتعقيب. ومن هذه الأمور مثلا نجد هذا السؤال، وهذا الموضوع مثلا تطرقنا له في مناسبات سابقة. إذا فإن مثل هذا السؤال عادة لا أعقب عليه، وهذا على الأقل للإجابة على الأسئلة الأخرى. وهذا السؤال الآخر، هل يمكن إشعال البنزين عن طريق بوجي السيارة؟ في الحقيقة لم أفهم المقصود من هذا السؤال، لذلك مثل هذا السؤال لا أستطيع الإجابة عليه. وهذا الأخ يستفسر عن أحوالي، وأنا أطمئنه وأقول له الحمد لله، وحالي كحال كل شيخ في 60 من عمره، فلا هو شاب يستطيع أن يفعل ما يشاء، ولا هو شيخ كبير مقعد، والحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، فبارك الله فيك وحفظك ورعاك. أما هذا السؤال فيجب أن أذكر أنني لا أملك فيسبوك، وهذا التركيب الأخير في صف، وسأجيب عليه إن شاء الله بعد الانتهاء من هذا الفيديو. أخي ركبت قبل الفاصل التفاضلي، يقصد هذا الجهاز، إن كان يشكل خطر قلنا ربي يجازيك، لكن المشكل الأكبر ليس في تركيبه قبل أو بعد الجهاز، وإنما في عيار الفاصل التفاضلي وفي عيار الجهاز، وهذا لتفادي احتراقه وإتلافه إن كان عياره أقل من عيار الفاصل. والجهاز كما شرحت في الدرس يركب بعد الفاصل، ولا يوجد جهاز آخر بين الفاصل التفاضلي الرئيسي والعداد، إن كنت تقصد بهذا الفاصل التفاضلي الفاصل الرئيسي. لماذا لا يفصل تليريبتر تلقائيا؟ وقد شرحنا ذلك أيضا، لا يفصل لأنه يغلق ويفتح ميكانيكيا، يعني الفيروياج فيه يكون ميكانيك، ولأن الرج أو الفيروياج يكون ميكانيكيا فإنه يبقى على حالته حتى بعد عودة التيار. كاين مشكل شغل ما يديكلونشيش، يقعد وين نحطو، يعني كي نديرو في البريك مثل هذا كي نديرو في البريك يقعد في البريك ما يرجعش، إما الرسور أو النابض اللي تالف أو فيه أوساخ، نحي الكوفاكل وتشوف ترى الرسور تاعك وتنظف هذا مليح، ومن بعد تضغط يرجع إن شاء الله. جزاك الله خير يا أستاذ، ولكن نحب هذا لو ترى الملفات أثر في الفيديوهات. جزاك الله خيرا عن هذا التنبيه. على كل، معظم الملفات التي أرفقتها بها الفيديو هي محملة من موقع الصانع لوغران، شكرا. ولكن لماذا ليس هناك ديجونكتور دو برونشمون؟ ديجونكتور دو برونشمون هو ديجونكتور برينسيبال، ولا نسميه أيضا ديجونكتور دابوني، واللي يكون دائما تحت العداد. إذا هذا تكلمنا عليه في الفيديو تاعنا، هذا جميع الرموز الموجودة على الديجونكتور الانتيليكترون الى شاف تاريخ ذلك. رايت التعليق، وانا نقول لك باللي هذه الرموز موجوده في القناه، وما عليك الا الرجوع لهذه الفيديوهات. شكرا على التجربه. كيف اضمن لصاحب المنزل انه يحمل انسان؟ انت لا تضمن اي شيء، انت تضع الجهاز وهو عليه ان يطبق شروط الامن. يا لها الشرف، من فضلك اين حملت ملف بي دي اف؟ مره اخرى ملف البي دي اف اذكر مره اخرى انه محمل من موقع الصانع، اي من موقع لوغرو. هناك امران، الامر الاول يتعلق بالفيسبوك، فانا لا املك حساب فيسبوك. الامر الثاني الايميل، لا اتعامل بالايميل، لذلك اذا كان هناك سؤال فيمكن طرحه هنا على القناة، وساتكفل ان شاء الله بالرد بطبيعة الحال اذا كنت املك جواب لهذا السؤال. اما اذا كان الامر غير ذلك فإنني سأحاول البحث عن الجواب، لأن فوق كل ذي علم عليم. لاحظت تلمس الكهرباء ولا تحس بها، ما السر؟ أرجو أن تعمل
الفيديو موجود وشرحت كيف ذلك وكيف يمكننا عزل المسكن على الأرض باستعمال البوليستيران والبوليان، وقمت بتجارب إضافية ألمس فيها سلك الطور والحائط لكي لا يقول قائل أنني وضعت عازل بيني وبين الأرض. والفيديو ما عليك إلا البحث عليه والاطلاع على محتواه. هذا تلميذ، هذا ربما تلميذ، درت باساسيون من قبل تخرج. لا ما درتش باساسيون، لا خرجت وخرجت قبل الوقت. قصيك حبيت نتستي أرضي تاعي بلومبا. كي وصلت إلى المصباح لهنا لن يشتعل. إذا وضعت مصباحا يستهلك التيار أكبر من تيار حساسية الفاصل، فإن الفاصل بطبيعة الحال سيقطع ولن تستطيع إشعال هذا المصباح. هل أوصل مباشرة فاز من العداد إلى اللمبة ثم إلى الأرض؟ لا أنصحك بذلك، لأن هذا العمل الذي ستقوم به قد يتسبب في إتلاف العداد لو حدث إطلاق دار الله دار قصيرة، لذلك لا أنصحك بفعل ذلك. شكرا على ما تقدمه. أريد أن أعرف هل يمكن استعمال قطع التفاضلي بالمقلوب؟ ولماذا تريد أن تركبه بالمقلوب؟ نعم يمكن تشغيله، لكن لا أفهم لماذا تريد أن تركب القطع بالمقلوب. من فضلك احتاج داتا شيت. هذه النقطة بالذات نبهني إليها بعض المشاهدين، وسأضع مستقبلا إن شاء الله روابط للوثائق التي استعملها في صندوق الوصف. أما فيما يخص الفاريستور فقد مر وقت طويل على تنزيله، والوثائق عندما أستعملها لا أحتفظ بها. ممكن أخي صناعة شاحن موبايل يعتمد عليه؟ نعم يمكنك صناعته، لكن أنصحك بشراء واحد جاهز أفضل. جهاز محول التور يسمى، لا نتكلم على الفاز انفرتر ولا لا نتكلم على هذه، احنا نتكلم على محول المونوفازي، محول أحادي التور. وكيف لي أن أرد؟ خير فلن تعلم. يمكن دعاءك هذا لي ولوالدي يغنيني عن كل شيء آخر. نقول لك ربي يحفظك ويبارك فيك وفي أهلك وفي مالك وفي أولادك، وربي يحفظ لك والديك إن شاء الله. كيف طريقة تفريغه؟ هذا سؤال لا يمكن الإجابة عليه، لأن المحول ببساطة لا يوجد به ما يمكن تفريغه، لذلك مثل هذا السؤال أيضا لا يمكن الإجابة عليه. من فضلك استشرح بمثال كيفية حساب زمن. بالإمكان حساب زمن التأجيل، لكن هذا أذكر مرة أخرى أنه غير مقرر. كيفية حساب زمن التأجيل غير مقررة في البرنامج. الله يخليك، خصني اسم الآلة، الآلة الجهاز أم الآلة؟ الآلة التي تركب في الديجونكتر. ليست لي أي فكرة عن هذا الجهاز. ربما يقصد الجهاز الذي خصنا له فيديو، والذي يحمي من الارتفاع والانخفاض في الجهد. هذا سؤال من بين الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عليها. إشكال آخر مثل هذا، خويا ما تقدرش دير لنا الدرس تاع المحرك لا تزم؟ هذا الدرس موجود، هذا الدرس موجود، وما عليك إلا الذهاب إلى البلاي ليست. إذا كان الأمر يتعلق بالسنة الثانية تروح السنة الثانية، إذا كان السنة الثالثة تروح السنة الثالثة، والدرس موجود بتمارين. إذا هذا إشكال من الإشكالات المطروحة، هو أن الدرس يكون موجود والسؤال يجيني على الدرس أو القطعة الفلانية كيف تشتغل، والدرس الخاص بهذا الجهاز أو القطعة موجود. لذلك إذا لم أجب على مثل هذا التساؤل فهذا يعني أن الموضوع قد تطرقنا له من قبل. أما إذا لم نتطرق له ففي هذه الحالة يكون لدي تعقيب، ووضح فيه إذا كان بالإمكان تلبية مثل هذا الطلب أم لا. Votre adresse, je veux réparer mon robot, merci. Yassi Yazid, أنا لست ريباراتور، أنا عندما يتلف لي جهاز وأقوم بتصليحه فإنني أقوم بتصوير فيديو لعملية التصليح وأشارك متتبعي القناة هذا الفيديو. نعم من الأفضل تفريغ الهواء، من الأفضل تفريغ الهواء، لأن وجود الهواء بكمية كبيرة أو الرطوبة قد يؤدي إلى إتلاف وحتى انفجار الكمبريسور. أين نجد ملخص هذه القوانين؟ القوانين موجودة، موجودة معاليك إلا الرجوع إلى البلاي ليست كما قلت، وسأقدم إن شاء الله في هذه الأيام طريقة الوصول إلى هذه الدروس، سواء كان ذلك عن طريق الفيديو أو دروس مطبوعة. الله أكبر، تكذب كذاب، قال
الله أكبر. التعبير هذا يبين لنا التربية تاع الشخص. إذا عندك انتقاد انتقد، إذا عندك حاجة رأيت أنني مخطئ فيها يمكنك تنبيهي لذلك، أما أن تصفني بالكذب وأنت لا تعرفني فهذا يعطيني صورة على تربيتك. ومثل هذه التعاليق لا أعيرها أي اهتمام، وشخص بهذا المنطق وهذا السلوك سنمنعه الدخول مرة أخرى إلى القناة، وكفى بالله حسيبا. خير الفولت هل يزيد أو ينقص عند ربط المكتفات في الحالة؟ شرحنا ذلك بالتفصيل في فيديو آخر وبالحسابات، وماذا يحدث للجهد ولسعة المكثفة عند ربط المكثفات بالتسلسل وعند ربطها بالتفرغ. السلام عليكم، كيف نفرق بينه وبينه؟ هو محول كمحول آخر، ما لم نقم به هو عدم توصيل أحد طرفي الثانوي بالكتلة، والكتلة عادة تكون موصولة بالأرض، وبما أننا لم نقم بتوصيل أحد طرفي الثانوي بالأرض فإن هذا المحول يسمى بمحول العزل. وسنقوم في الأيام القادمة إن شاء الله بتلفيف محول العزل كاملا. أرجو منك طرح درس كامل عن الأرض وكيفية الحصول على كفاءة عالية الجودة. هذا الدرس أيضا موجود في القناة وبشرح مفصل. سؤال آخر، هل الوات مركزه من الفاز أم الخط الأرضي؟ مركزه الفاز أم الخط الأرضي؟ يعني إذا شغلت مصباح 20 وات بهذه الطريقة هل يستهلك الوات من الفاز أم من التربة؟ وهل هذه الطريقة تعتبر اقتصاد للكهرباء؟ من لديه إجابة عن هذا السؤال فليتفضل، وله مني جزيل الشكر. صاحب القناة لا يستجيب للأسئلة، وهنا يريد أن يقول لا يجيب عن الأسئلة، وهذا السؤال عنده شهرين وأنا توقفت عن تنزيل الفيديوهات منذ تقريبا 5 أشهر. إذا السبب الذي تركني مؤخرا لا أرد ولا أعقب على التعليقات هو ابتعادي عن القناة طول هذه المدة. ثم يقول هنا أنا لا أحب من يصنع قناته للتحدث وعرض منتجات. عرض منتجات؟ أنا لا أعرض أي منتج، وإنما أعرض محتوى بغرض الإعلان والدعاية والتكسب بهذه الطريقة. ولكي تطمئن، ممكن لاحظت بما أنك كنت من المشتركين بالقناة أنني لم أطلب ولا مرة واحدة خلال 400 فيديو الذي نزلته من المشاهدين لايك أو الاشتراك في القناة أو تفعيل الجرس، ولم أفعل أيضا خاصية المونيتيزاسيون والتي تسمح بإدخال إيرادات إلى صاحب القناة، وهذا رغم أنني استوفيت الشروط اللازمة، فعدد 1000 مشترك تعديته بكثير، وعدد المشتركين في قناتي هو 76400. الشرط الثاني هو ساعات المشاهدة المقدر ب 4000 ساعة، وساعات المشاهدة عندي هي 94506 ساعات. وهذا القناة بالنسبة لي هي متنفس، أحاول من خلالها مشاركة الآخرين ما اكتسبته من خبرة في مجال الكهرباء خلال مشواري المهني. وهنا رمى توقفي كليا عن تنزيل الفيديوهات، وهذا منذ 138 يوم أي ما يقارب 5 أشهر، فإن المشاهدات وساعات المشاهدة رغم أنها انخفضت بشكل كبير إلا أنها لم تتوقف، وهذا يعني أن هناك ربما من يستفيد علميا مما أقدمه، وأن هناك من يعجبه محتوى القناة. فعدد الاشتراكات مثلا ل28 يوم السابقة هو 1139 مشترك. إذن أهم شيء أكسبه من القناة هو ود المتتبعين، ومثل هذه الأدعية لي ولوالدي. لذلك أقول لهذا الأخ والذي كتب هنا لا أنصحكم بهذه القناة، أنه منذ وضع هذا التعليق يرتفع بأكثر من 2000 مشترك. لذلك ومن باب التسامح حتى في حياتنا اليومية أقول لك التمس لأخيك 100 عذر قبل أن تتسرع في إصدار أي حكم.
كيف حصلت على وثائق الصانع للمحولات؟ دائما بالبحث في النت. مشكور جدا على المدى، وخصوصا على عيب المحتالين في اليوتيوب. وللأسف الشديد، ما أكثر هذا النوع؟ ما الفرق بين ديجونكتور 32؟ في العيار، الفرق بينهما هو في العيار. وجزا الله خيرا سي أحمد اللي عطانا هذا المثال، مثل حمولة السيارة وحمولة الشاحنة. إذا نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله قريبا مع العودة بتنزيل فيديوهات جديدة.